اهلا وسهلا بيكم بعد الفاصل. وصلنا بقى دلوقتي للفقره اللي اعتقد ان الكلام ده كله مش هينفع معاها خالص. احنا متعودين زمان، ايوه يا نهار ابيض على المنظر، احنا متعودين زمان انا علشان اخس بتحرم من كل حاجه، بعذب نفسي، يعني كانها اسوأ مرحله واصعب مرحله في حياه البني ادم انه عايز يخس. اولا لازم مش هتاكل اي حاجه غير حاجات معينه، دي حاجه. الحاجه الثانيه ما ينفعش سفره زي كده، حتى مش هقول لك تقعدي، لا تبصي من بعيد ما تبصيش. عذاب، حرمان، مصاريف جامده جدا، لان انت لازم تجيبي لنفسك حاجات معينه، حاجات لايت وحاجات دايت ومش عارف ايه والكلام ده كله، فطبعا مرهقه جدا جدا للميزانيه. غير ان هي فيها عذاب نفسي قوي قوي. يعني ماما النهارده عامله صينيه مكرونه بشاميل، عارفه هعمل ايه؟ هروح داخله الاوضه وقافله على نفسي، مش عايزه اخرج بره خالص النهارده، عشان بس ولا شم الريحه ولا عيني تيجي عليها. ايه ده؟ ايه ده يا جماعه ده؟ احنا فعلا فعلا كنا بنعمل كده؟ احنا فعلا كنا بنعذب نفسنا بالشكل ده؟ وما زال ناس لغايه دلوقتي بتعذب نفسها كده، مع ان دلوقتي المدرسه الجديده معانا امنه جدا وفعاله جدا وبسيطه جدا جدا، ولا فيها حرمان ولا فيها عذاب. ازاي يعني؟ يعني ايه المدرسه الجديده؟ مش انا اللي هقول، ضيفتي اللي منوراني النهارده هي اللي هتقول، عماله تحلف 100 يمين انها لو ما خدت كريب النهارده هتخلي يومنا مش فايت. طبعا عرفت خبيره التغذيه مين؟ ريم غانم، اللي استديوهاتها كلها عندي. ازيك يا ريم؟ الفيديوهات كلها الحمد لله. يا حبيبتي اخبارك ايه؟ الحمد لله، وانا مبسوطه قوي بالكراب لان انا بحبه قوي وباكله عادي، لان انا زي ما قلنا ما عندناش مشكله ان احنا ناكل. حلفتي كل كام مره؟ ان انت لو مرات ما خدتيش كريبايه ثلاث مرات بصراحه. ثلاث مرات حلفت ان انا لو ما خدتش كريب وانا ماشي هعمل مصيبه. اه والله بجد، يعني حلفت كذا مره. انتوا عارفين ان طبعا ريم سيديهاتها كلها معايا وبيحجزوا وانا وانا اوبا احنا جبنا كمان في حجز. طيب يا شوف هاله، زي ما قلنا احنا جايين من المدرسه الجديده بتاعه ان احنا ناكل كل اللي نفسنا فيه، ما نحرمش نفسنا من حاجه. كلميني الاول على المدرسه القديمه. يلا. واللي كنا بنعمله في نفسنا وما طيب. زال في ناس بتعمل كده في نفسها. في ناس لسه بتعمل كده وده حقيقي، الناس دي بتتعب قوي في حياتها. اول حاجه انا ببتدي احرم نفسي من كل حاجه بحبها، زي السكريات، النشويات، العيش والرز والمكرونه والبطاطس بشكل عام بمنعهم تماما. امال ياكلوا ايه بقى؟ يعيشوا على ايه؟ بياكلوا بيضه مسلوقه، بياكلوا جبنه قريش وخس وجزر. بالظبط، اي الياف طبيعيه بنستمدها من الخضار. طيب دي اول حاجه، ان انا بحرم نفسي من الاكل اللي نفسي فيه. حاجه كمان، ان انا ببقى مضطره العب رياضه او انزل على الاقل امشي ساعه في اليوم، ده برضو بيضيع مني وقت وبيخليني ابذل مجهود. صح. تالت حاجه، ان انا كمان لازم اظبط مواعيد نومي عشان اظبط حرق الجسم، فبالتالي الجسم يبتدي يحرق. طيب انا علشان اعمل التلات حاجات دول في خطوه واحده من غير ما ابذل مجهود اصلا، انا اخد الكورس بتاع النهارده. المدرسه الجديده بتقول النهارده ان مفيش حرمان، مفيش رياضه، مفيش انزلي امشي ساعه، مفيش ظبطي لي نومك، مفيش كل ده. انت هتاخدي كورس مسؤول عن الجسم كامل. يعني ايه مسؤول عن الجسم كامل؟ يعني انا شهيتي عاليه، عندي شراهه في الاكل، باكل بشكل كبير قوي ومعدتي كبرت قوي، انا هرجع لك معدتك للبيبي ستومك، لحجم المعده الصغنن جدا اللي هو اصلا ربنا بيخلقنا بيه. فرجع لك حجمها طبيعي، وفي نفس الوقت بنزلك وزن كبير في خلال فتره قليله. يعني ايه وزن كبير في فتره قليله؟ يعني 6 كيلو في الاسبوع، متراوح من 5 ل 6 كيلو كل اسبوع. طيب الكورس بتاع النهارده كمان مميزاته كتير قوي يا شفاله، هنتكلم عن الكورس وهنقول هو ازاي بيخليني ما اروحش للمدرسه القديمه تماما. الكورس بتاع النهارده كبسولات، 30 كبسوله بتنزلني في الشهر، متراوح من 18 ل 20 يوم، ال 20 كيلو. طيب انا بنزل الوزن الكبير ده ازاي؟ تكميم طبيعي للمعده. يعني ايه؟ يعني انا قاعده مكاني هنا، زي ما قلنا في المدرسه القديمه كنا بناكل خس وخيار وجزر علشان املى المعده بالالياف الطبيعيه، الياف من الخس والخيار تملالي المعده. بس طبعا مش عايزه كميه قد ايه بالزبط. عشان تملالك المعده بالزبط. عايزه كميه خس يوميا قد ايه؟ وايه بقى هيتهضم على طول؟ بالظبط، يعني هيملالك المعده لفتره قليله على طول، وهيتهضم على طول، تلاقي نفسك جوعتي اكتر من الاول. بالظبط، علشان كده انا جايبه لك كبسوله النهارده فيها 350 عشبه، هتقعد معانا في المعده الياف طبيعيه، تملالي المعده تماما 85% على مدار ال 24 ساعه. يعني انا في ال 24 ساعه حاسه بالشبع بنسبه 85%، بألياف طبيعيه ما فيهاش اي اثار جانبيه. حلوة قوي. بلس ان انا الكبسوله مش بس بتنزلني في الوزن، لا يا جماعه، الناس اللي عندها مشكله في المقاسات، الناس اللي عندها اماكن تمركز دهون، الناس اللي عندها مشكله في الحرق، الكبسوله فورا من اول استخدام بترفع لي معدلات حرق الدهون. بلس ان من اول اسبوع بلاقي بقى ايه؟ البنطلون فرق معايا،
وسع شويه. البلوزه ابتدت توسع شويه، حاجه كانت مركونه بالظبط اقدر البسها. ممكن الاقي نفسي لا انا عارفه البسها كويس قوي بالظبط. انت بتقولي حاجه يعني احنا عمرنا زمان ما سمعناها، 6 كيلو في اسبوع، يا نهار ابيض، ده الواحد كان كل الحرمان وكل العذاب ده وكل اللي بيبقى فيه، ولو ده لو نزل كيلو ده عمل انجاز، عمل انجاز بجد. فتبص تلاقي نفسك ايه، طب انا عايز اوصل كيلو كمان، عذاب تاني بعد كده. الاراده اللي كانت عندك والحماس اللي كان عندك خلاص خلص بالزبط. يعني اسبوع مشيتي، ده انت لو مشيتي اسبوع بالحرمان والعذاب ده انت بطله. أيوة، لو كملتي اسبوع ده انت بطله. اللي بيضيع مجهود الاسبوع ده شايف فعلا ان هي فعلا اتحرمت من كل حاجه. فتيجي حتى الوزن اللي هي نزلته، سواء نزلت كيلو او نص كيلو في اسبوع حرمان، هتاكل اكتر من الوزن اللي هي نزلته فتزيده الضعف. يعني انا نفترض نزلت نص كيلو بعد ما عملت دايت اسبوع، الاسبوع اللي بعده انا اكلت بقى خلاص زهقت من الدايت، فاكلت كويس قوي، رجعت زايده كيلو ونص او 2 كيلو عن اللي نزلتهم كمان. طبعا. فاصبح ان انا الحرمان بيعمل لي مشكله نفسيه. طب انا احط نفسي في ده ليه؟ انا اخد كورس النهارده علاجي، كبسوله مرخصه وزاره صحه مصريه، سد شهيه، نحت قوام، تعليه معدلات حد، تفتيت الخليه الدهنيه، وبعد كل الحلاوه دي انا هثبت وزني بعد ما انزل. طيب انا النهارده مش جايبه لك كبسولات لوحدها، انا جايبه لك منظومه كامله. وعشان كده انا قلت احنا هنلغي خالص المدرسه القديمه دي ونتكلم عن المدرسه الجديده. جايبه لك علبه كبسولات النهارده 30 يوم عليها مجانا تماما، علبه كبسولات 30 يوم تاني مجانا من غير ولا جنيه. حلو قوي. يعني معاكي 60 كبسوله كده، دخلنا في شهرين اهو كده بالظبط، معانا شهرين، شهرين كاملين نزول وزن قوي ونحت وتفتيت خليه دهنيه. بصي هنعمل كل حاجه في فتره الشهرين بامر الله. حلو. ومعانا النهارده 2 امبول لتعليه معدلات الحرق وتفتيت الدهون. عيب عليكي باشا، ده الامبولات العالميه بتاعتنا الاصدار الحديث بالتركيز الاعلى، مش اللي هي موجوده في السوق، ده دي الاصليه يا جماعه. ومش هقول لك مثلا الامبولتين جايين لك النهارده بخصم، او الامبولتين جايين النهارده عليهم عرض، لا ده المفاجاه الكبيره، الامبولتين النهارده مجانا، هديه مجانيه مع الكورس بتاعنا. طب ما تلحقيني باسمه كده علشان يكتبوا على طول دلوقتي بوكس المره الواحده، لان النهارده كمان انا هفاجئك ان معايا القهوه الخضراء كمان مجانا. يعني انا جايبه لك 4 حاجات قيمتهم الماديه عاليه جدا مجانا، مش تدفعي فيهم حاجه، 2 امبول ومعاكي كمان القهوه الخضراء ومعاكي كمان علبه كبسولات كامله لمده 30 يوم تخسيس ونحت. فاصبح معاكي 4 هدايا مره واحده، البوكس ده مش هيجي معانا تاني. معاكي 4 هدايا ومعاكي كبسوله اساسيه اصلا خصمها كبير. الخصم النهارده مفاجاه يا شفاله. عايزه الناس تتصل دلوقتي على الارقام اللي على الشاشه. على طول يا جماعه، هما 3 وسائل اتصال بالفريق الطبي، طبعا فريق طبي على اعلى مستوى، دكاتره على اعلى مستوى من الخبره، عارفين ازاي بيتعاملوا معاكم. الناس اللي بتتصل حالتها النفسيه تعبانه او داخله على اكتئاب او عندها احباط من وسائل كتير جربتها وما جابتش نتيجه، الدكاتره عارفين بيتعاملوا ازاي معاكم يا جماعه. عندنا اولا ارقام التليفونات اللي موجوده قدامكم على الشاشه، بسرعه نتصل على اي رقم من الارقام دي. طب فرضنا ان كلها مشغوله او كله ما جمعش معايا، اسكت؟ لا مش هسكت طبعا. كل رقم من دول عليه خدمه الواتساب، ادخلي على طول على الواتساب واكتبي على عرض النهارده او بوكس النهارده، وكمان عندك صفحه الفيسبوك تقدري تدخلي عليها سواء في كومنت او في الرسايل، وتكتبي النهارده انا عايزه بوكس المره الواحده بالعرض بتاعه الجميل، وهتلاقوا على طول الدكاتره بيردوا عليكم في ساعتها على طول ويتواصلوا معاكم. صفحه الفيسبوك هتنزل لكم دلوقتي على الشاشه. بصوا يا جماعه، كل يوم بننوه وبنقول دي الصفحة الوحيدة والرسمية، حتى لو لقيتي صفحات تانية عليها فيديوهات لحلقة النهاردة برضو لأ، دي الصفحة الوحيدة بس. الفيديوهات بتتاخد، الحلقة نفسها بتتاخد مظبوط، لكن دي الصفحة الوحيدة والرسمية، صوريها واحتفظي بيها على الموبايل. والأرقام اللي قدامك على الشاشة دي الأرقام الوحيدة والرسمية اللي تتصلي بيها علشان المنتجات الأصلية بكل العروض الجميلة هي اللي توصل لك النهاردة، والمفاجأة كمان الزيادة لغاية باب البيت من غير ولا جنيه شحن. مظبوط. شحن مجانا لجميع المحافظات مش القاهرة بس، وده عمره ما بيحصل. متابعة مجانية لمدة شهرين من دكاترة على أعلى مستوى. وإيه كمان؟ والهدايا بتاعتنا النهاردة أمبولتين حرق الإصدار الحديث الأصلية، وكمان القهوة الخضراء وعلبة كبسولات، وعلبة كمان كبسولات تقضي شهر غير الكبسولات الأساسية اللي بتغطي معايا شهر. يعني النهاردة الكورس بتاعنا شهرين 60 يوم من المتابعة المجانية مع الدكاترة. حتى المتابعة يا ريم
عملتها مجانية؟ مجانية طبعا، لان المتابعة مهمة جدا يا شفالة. انا بتعامل مع حالات وزن زيادة، بتعامل مع حالات مرضى مرض مزمن لا قدر الله، بتعامل مع اطفال، بتعامل مع الناس من سن البلوغ لسن 75 سنة، فانا لازم احط لك دكتور طول الوقت يبقى متابع معاكي طول فترة الكورس، يعني فترة الستين يوم احنا معانا متابعة مجانية كاملة ومعانا كمان شحن مجانا. المتابعة انت بتغذيني بالكريب يا شفالة وبتغذيني بالحاجات اللي بتشربيها اخص عليك يا شفالة. على فكرة انا بقدر اكل كل ده، انا ما عنديش انت عارفة ان انا ما عنديش مشكلة. ده انا هصورك مخصوص النهاردة بعد الحلقة، انا هصورك مخصوص النهاردة يا جماعة، ما لا تغذني بالحاجات الحلوة اللي هي عاملاها اصل الريحة يعني عايزة اقول لكم فقدتنا التركيز يعني ريم كل شويه بتتكلم وانا عماله ايه يعني عماله افكر بعد الحلقه الحلوه ولا الحادق. بالظبط في حلقات ملهاش مقاومه يا شفاله فعلا، يعني في حلقات ببقى خارجه من عندك لا مش عارفه اعمل ايه ولا ايه يعني، فتعيشي وتعملي لنا ونعيش وناكل كل اللي نفسنا بس فيه. هناكل يعني وصفه زي كده مع الكورس النهارده هاكلها عادي، بس بدل ما كنت باكل كريبايه كامله معدتي هيحصل لها تكميم طبيعي بالالياف زي ما قلنا تمام، فهاكل نص كريبايه علشان نفسي فيها ما بقاش حرمت نفسي من اللي نفسي فيه، وفي نفس الوقت بنزل وزن كبير مش وزن قليل في خلال فتره الاسبوع. حلو قوي، يعني خلاص لغينا المدرسه القديمه دي، ولا بقيت انزل العب رياضه، ولا بقيت انزل امشي ساعه، ولا بقى عندي اكتئاب بسبب حرمان الاكل لاني باكل كل اللي نفسي فيه، ولا حرمت نفسي من سكريات ولا نشويات، باكل كل حاجه بأمان ونزول وزن كبير. طب أنا في فترة الشهرين دول أقدر أنزل قد إيه وزن؟ تقريبا 35 كيلو في خلال فترة شهرين ما شاء الله، فوزن انت كبير. أنت بتقولي رقم يخد يا ريم، رقم يعني عمرنا ما سمعناه. مزبوط. وبعدين أنت كمان في قد إيه؟ مش مثلا بتقولي لي في سنة، في لا 12 هو شهر على ما تقدري تنزلي الوزن ده، وبتكلمي في شهرين. شوفي هلا احنا بنقعد فتره كبيره جدا نكون في الوزن الزياده ده، فانا جايه انجز لك كل ده في خلال فترة عمرنا شهرين. كله بالظبط عمرنا كله بنختزن في دهون وبنخبيها فالنهارده انا جايه انجز لك كل ده، ممكن نسميه الانجاز، كورس الانجاز النهارده في خلال فتره شهرين بس. يعني انت مش هتحتاجي تبذلي مجهود لفتره طويله، لا بالعكس انت مش هتبذلي مجهود ومفيش فتره طويله. كل ده ما بقاش موجود. طيب انا هاخد الكورس النهارده بخصم مفاجاه. ليه مفاجاه؟ علشان الناس لما تتصل النهارده تعرف الخصم هتنبهر، فانا عايزاهم يتصلوا ياخدوا الخطوه دلوقتي. الخصم عالي، هدايا كتير، والخصم ده لعدد محدد انا مش هذكره، فانا عايزه الناس تتصل تاخد الخطوه. شوفي هلا كمان المدرسه القديمه زي ما قلنا حرمان، فبتعمل اكتئاب. طبعا الاكتئاب ده مريض السمنه يجي لي بيه، مساء الخير انا متاكد اني مش هخس، اول كلمه مساء الخير انا عندي منطقه البطن ما بتنزلش ومش هتنزل عشان جربت كل حاجه، ما تقوليش ان انت هتنزليها. طب ايه رايك ان انا النهارده هنزلك من 3 ل 5 سنتي مقاس كل اسبوع بامبولات الحرق اللي معايا مؤكدين معايا، يعني انت مش بس هتخسر وزن على الميزان، لا انت كمان هتخسر مقاسات كمان معاك في الملابس، تبتدي تبان معاك بوضوح. في بنات كمان السمنه اللي في منطقه البطن السفليه بتعمل لنا تكيسات على الموبايل. كل ده انا بقضي عليه في الكورس بتاع النهارده. اول مناطق كمان بتنزل معايا المناطق اللي فيها تمركز دهون عنيده، دي اول منطقه بتنزل معايا. ليه؟ كبسوله بتقنيه الميزوثيرابي تنزل فورا تقضي على الاماكن العنيده فيها الدهون. يعني انا كمان مش بقاوم الدهون العاديه او السهله او البسيطه، لا الدهون العنيده الحشويه اللي هي بالوسائل العاديه ما بتنزلش ابدا. بالظبط اللي تقول لك ده انا مهما اعمل انا ممكن جسمي ينزل لكن منطقه البطن ما بتنزلش ابدا، بالعكس لما الجسم بينزل دي بتبان اكتر. بالظبط بتبرز يعني معاها بتبرز حقيقي. اكتر لما الجسم بينزل، فدي من اكتر الاماكن اللي يكاد الكل بيجمع عليها مشكله المشاكل. واحده ما كانش عندها بطن ولا حاجه، حملت ولدت بقى فيه بطن، حاولت كتير مش راضيه تنزل بالعكس كل ما تاكل اي حاجه تلاقي البطن بتزيد. بالظبط ومش عارفه تنزلها، وممكن فعلا تنزل الجسم كله زي ما حضرتك قلتي وتلاقي منطقه دي برزت زياده عن اللزوم اكتر لان الجسم كله بقى الشيب بتاعه كويس، ودي اللي برزت ووضحت جدا معاها. طيب انا النهارده زي ما قلت الكبسوله من اول اسبوع، الامبول من اول اسبوع بيفرق لي المنطقه دي على الاقل من 3 ل 5 سم مقاس. طيب انا هاخد الكورس ازاي؟ انا معايا النهارده علبتين كبسولات 60 كبسوله، ومعايا 2 امبول للحرق، ومعايا القهوه الخضر. انا معايا الامبول بيغطي معايا على مدار الشهر كله، علشان حضرتك عارفه ان ده الاوريجينال، فبيبتدي معايا كل اسبوع من 3 ل 5 سم، يعني مش بس الاسبوع اللي باخد فيه الامبول، لا على مدار الشهر بنزل مقاس كل اسبوع. يعني على هي امبوله في الشهر مظبوط تاثيرها معايا الشهر كله. الشهر كله عشان الناس ما تفتكرش ان تاثيرها اول ما تاخدها بس، تاثير حقنه الحرق يا جماعه مستمر معاكم الشهر. يعني النهارده الكورس بتاعنا شهرين، في امبولتين حرق كل شهر، بناخد امبوله واحده تاثيرها بيفضل شغال معايا الشهر كله، بيكمل عمل الكبسولات والقهوه الخضراء. صح كده؟ ايه رايك طيب واحنا بنكمل شرح كده نشوف صور لحالات قبل وبعد؟
يلا بينا نشوف الابطال، الابطال اللي مش تعبوا، لا الابطال اللي خدوا القرار بالظبط، كل المجهود اللي عملوه ان هم خدوا القرار وهم قاعدين في مكان. بصي بقى العنصر الرجالي، احنا دي اهم حاجه بقى العنصر الرجالي. انا عايزه اوضح يا جماعه ان احنا نقدر ناخد الكورس من الاطفال والرجاله والستات، نقدر ناخد الكورس لاي حد من سن البلوغ لسن 75 سنه زي ما قلنا. تمام. طيب انا كان عندي مناطق دهون مضايقاني، والمناطق دي منطقه بطن، منطقه تسدي بسيطه، والدهون دي قليله، بس هو عارفه الناس اللي تبقى حابه الحياه هو عايز يبقى مظبوط 100%، فاخد مننا كورس شهر واحد. في حالات انا بديلها كورس شهر واحد يشفيها لها، لان جسمها ما بيبقاش متطلب معايا اكتر من كده. نزلنا في الشهر الواحد ده 12 كيلو فرق بين الصورتين، فواضح معايا الفرق جدا، جسمه ما بقاش فيه دهون مكلكعه او باينه معايا، اصبح الشكل جميل جدا كانه نزل لعب رياضه او اتمرن، غيرنا شكل حياته خالص في خلال فتره شهر. فانا عايزه الناس اللي عندها وزن عالي قوي تكلمني، واللي عندها وزن قليل 12 15 18 كيلو تبتدي فورا تكلمني، لان انا بقدر احل كل المشاكل دي بالكورس اللي معايا النهارده بامر الله. ونلاحظ حاجه يا جماعه في الصوره دي قبل ما نشيلها، ان هو لما خس بقى جسمه رياضي، تحسي ان العضلات فاقت من الدهون بالزبط. اللي كانت عليها بالزبط. يعني بصوا يا جماعه اتحول لجسم رياضي، دي الصحه بقى اللي بنتكلم فيها، اللي هي بالنسبه لنا رقم واحد اهم من الشكل. اه يجي الشكل بعديها، شكل أيوة مهم طبعاً. طبعا، بس احنا دلوقتي بنتكلم اولا واخيرا صحتنا يا جماعه، بوابه الامراض اللي ملهاش لازمه انها تفضل مفتوحه، وتلاقوا لا قدر الله الامراض بعد كده هجمه عليكم بالزبط. قسمنا لا تؤتمن من الامراض يا جماعه، فزي ما انتم شايفين الله اكبر، يعني يا ربنا يحفظه ويحميه، جسمه بقى رياضي وعضلاته فارد زي ما حضرتك قلتي طبعا، وشكله اختلف، تحسي كمان انه طول، لان دايما السمنه بتدينا حجم اصغر من حجمنا كطول، بتخلي شكلنا قصير جدا. فعلشان كده زي ما قلنا هو جسمه فارد، باين ان هو طول، اماكن تمركز الدهون اتقضى عليها فورا من اول استخدام للكورس، وده في خلال وقت بسيط جدا. طيب احنا الكورس بتاعنا النهارده موجود لحد الساعه 12، لان انا زي ما قلت الكميه محدوده، بس الخصم موجود لحد الساعه 12، بس الكميه محدوده ولا تعلم، انا مش هقولها. يعني مش معنى ان احنا نقول انه لغايه الساعه 12، يعني انا اقول ايه، طب لما اروق البيت بقى واعمل الغدا واخلص اللي ورايا واقعد افكر كده وبعدين ابقى اتصل، اوعدك مش هتلحقي، هتلاقي الكميه خلصت، اوعدك مش هتلحقي. الكميه طالما الكميه محدوده يبقى لغايه ما الكميه تخلص شكرا خلاص. طب وليه يا جماعه، وليه هو يعني الترويق والاكل ولا تخلصي اللي وراكي اهم من صحتك بالزبط. اهم منك انت، مفيش حاجه في الدنيا، في الدنيا كلها اهم من صحتك خالص. مزبوط. ايه اهم من صحتك؟ اي حاجه اهم من صحتك، صحتك هي اللي هتقوم بيها بالزبط. لو الصحه راحت خلاص شكرا، محدش هينفعك. فلا يا جماعه ناخد القرار دلوقتي على طول بامر الله، نتصل على اي رقم من الارقام اللي موجوده قدامكم على الشاشه، كل رقم من دول عليه خدمه الواتساب، وكمان صفحه الفيسبوك هتنزل لكم اهي دلوقتي على الشاشه على طول، ادخل في الكومنتات او في الرسائل واطلب بوكس النهارده وعرض النهارده، او حتى كمان على خدمه الواتساب، وهتلاقي على طول الدكاتره بيتواصلوا معاكي، وكمان تقدري تختاري عايزه دكتور او دكتوره مزبوط. يتابعوا معاكي، مفيش اي مشكله خالص، ياخدوا بايديكي لبر الامان. دايما بنقول يا جماعه المتابعه والدكاتره مع المتابعه دي اهم حاجه في الدنيا. اولا يا ريم بتدي دعم نفسي طبعا، دعم نفسي ان انا في حد ورايا في داري ممكن الجا له، دي بتدي ثقه، بتدي ثقه وبتدي مصداقيه عاليه جدا، مش مجرد حد اداكي المنتج وخلاص وسابك. ما يعرفكيش تاني، دوري عليه بقى. أيوة أيوة. لا ده انا معايا دكاتره لمده شهرين 60 يوم معايا خطوه بخطوه ان شاء الله باذن الله. ده اثبات مصداقيه يا شفاها، لان احنا معاكي من اول يوم لاخر يوم في 60 يوم، انا فعلا هساعدك طول فتره 60 يوم، لكن انا اديكي منتج وافضل سايباكي ما تعرفيش حاجه عن المنتج، لا طبعا ده معناه بالزبط. ان المنتج ده ملوش اي، ليه اثار جانبيه وملوش اي امان، انا ما اقدرش استخدمه بالظبط. فانا عشان كده بقول المتابعه دايما مهمه يا شفاها. انا برضو كلمتني عميله قبل الهوا دلوقتي، قالت لي هو انا اعرف منين ان جسمي الحرق بتاعه واقف؟ فقلت لها انت اخر مره عملتي دايت امتى؟ قالت لي من شهر تقريبا. اخر مره عملت دايت من شهر، في الفتره اللي هي عملت فيها دايت اسبوعين كاملين ما نزلتش ولا جرام. عندها ايه؟ عندها ثبات وزن. ثبات الوزن ده بيحصل لي من ان انا ببوظ عاداتي في الاكل، باكل حاجات كتير قوي منغبطه، بلس ان انا جربت اكتر من دايت مش مناسبين لجسمي، وجربت اكتر من منتج ملوش اي اساس من الصحه ضر لي جسمي. فجالي ثبات وزن. قالت لي هل اقدر الحاله دي اتخلص منها بالكورس بتاعك؟ فانا عايزه ارد عليها دلوقتي، انا اقدر اتخلص من حاله ثبات الوزن، واقدر انزل في الوزن بمنتهى السهوله، لان انا الكبسوله بتاعتي بتكسر لي ثبات الوزن ده وبتتجاوز لي الفتره دي تماما. يعني من اول استخدام بامر الله هتنزلي وزن وكبير مش قليل. طب تعالي نشوف صوره ثانيه، يلا يلا بينا يا جماعه نشوف صوره كمان.
شفتي بقى هنا بقى ايه؟ مش تخسيس بس، ده النحت عامل عمايله. هنا الوسط باين، النحت النحت يعني ما شاء الله باين جدا. اكتر حاجه باينه ان مش باين على الجسم ان حد كان مليان وخس، ان في ترهلات، ان الجسم مش مظبوط زي ما ناس بتشتكي من انظمه تانية. لا النهارده معانا التخسيس، وعلى طول ملازم ليه التوأم الملتصق بتاعه النحت. مظبوط. هنخس وننحت وادي النتيجه قدامكم، واقفه واثقه في نفسها، واقفه امرايا الله اكبر. حطينا ايدينا في وسطنا يا شفاها، وبقى أيوة في وسط بعد ما كان كل الدهون على بعض ودهون كتير قوي. انا الفرق بين الصورتين من 100 ل 70 كيلو يا شفاها. من 100 ل 70 30 كيلو. 30 كيلو وفي خلال الله. فتره قد ايه؟ شهرين، اللي هو انت خزنتي دهون سنين عمرك اللي فاتت كلها، انا جيت خلصتها لك في شهرين. وزي ما حضرتك وضحتي مفيش ترهل حاصل معايا تماما. ليه؟ لان زي ما قلنا احنا لمينا مشاكل التخسيس وحليناها لك النهارده في البوكس بتاعت النهارده. يعني نحت موجود، سد شهيه عالي جدا موجود معاكي، الياف طبيعيه موجوده معاكي، مالتي فيتامين جوه الكبسوله بيرفع لك اي نقص فيتامينات في الجسم، كمان تثبيت بعد نزول الوزن. يعني انت مش عايزه اي حاجه خالص بعد الكورس، لا هتضطري تتصلي تطلبي مالتي فيتامين عشان عندك نقص فيتامين د. فنقص فيتامين د بالطبيعي انه بيوقف لي معدلات حرق الدهون. طبعا انت مش هتضطري تطلبي مالتي فيتامين، الكبسوله بتاعتك مدعمه بفيتامينز، فبالتالي بترفع لك اي نقص فيتامين موجود في الجسم. حتى بعد ما هنزل في الوزن مش هقول لك معلش لازم تاخدي كورس تثبيت. ليه؟ الكورس بعد ما بخلصه تماما بيبقى حجم معدتي صغر، وده المطلوب من الكورس بتاعي، ان حجم المعده يبقى رجع طبيعي اللي هي البيبي ستومك اللي اتكلمنا عنها، فبقت معده طبيعيه، فبقيت باكل بكميه طبيعيه، عمري ما هرجع ازيد في الوزن تاني. طيب عندي خليه دهنيه قضيت عليها، الخليه الدهنيه دي اللي ممكن يتكون فيها الدهون، لا انا قضيت على الخليه الدهنيه العنيده الام اللي هيتكون فيها الدهون في اي وقت، فاصبح عمرك ما هترجعي تزيدي في الوزن تاني. حلو، ده كده اجابه السؤال اللي دايما بنتساله، ان طيب انا بعد الشهرين وهيبقى كده الكورس بتاعي خلص. أيوة. وانا طيب ماشي انا خسيت في خلال الشهرين كده، ما بقتش باخد اي حاجه تامني، طب ايه اللي يضمن لي ان انا ما ارجعش اتخن تاني؟ مظبوط. نقول لهم الاجابه دي، ان احنا اولا بنصغر حجم المعده. مظبوط. ثانيا بنعلي الحرق جدا في الجسم، فبنسيب الجسم في حاله حرق مستمرة على طول. احنا بنعالج الاصل مش بنعالج مجرد العرض، احنا بنعالج الاصل، علينا الحرق في الجسم، صغرنا حجم المعده، وكمان عملنا ايه؟ شلنا الخليه الدهنيه العنيده. شلنا الخليه الدهنيه العنيده. مذاكره كويس يا ريم. برافو عليك. بدل الكربايه اتنين. ايه ده يعني انا هاخد اتنين؟ واحد حلو واحد حيده؟ لا انا كنت هديكي اتنين واحد بس، يلا هديكي بالشوكولاته وبالموز، وهديكي كمان اللي بالستريب. شفتوا يا جماعه، وانا النهارده اهو هكبر الكميه شويه عشان انا خدت اتنين كريب، فهكبر الكميه شويه. عايزه اقول لكم يعني ريم انا بعتبرها حاله حيه قدامنا، بتاكل كل حاجه عادي جدا، ما بيهمهاش عاملين حلويات، عاملين حادق، عاملين اي حاجه، هي داخله فيها بقلب جامد. وزي ما انتم شايفين من سنين، من ايام ما ظهرت معايا على الشاشه، مفيش فينتو كيلو. فينتو كيلو، فاكره الفينتو كيلو؟ فاكره الفينتو؟ مفيش فينتو كيلو، زي ما هي كده بالظبط يا جماعه. وفي المقابل ان ما شاء الله وشها ما بيتغيرش، ودي دي يعني دي اهم حاجه. دي الميزه في الكورس بتاعنا، انه الياف زي ما قلنا طبيعيه وفيتامينز، علشان وانا بخس وشي ما يتاثرش، بشرتي ما تتاثرش، ضوافري ما تتكسرش، بحافظ لك على كل حاجه، وفي نفس الوقت بدي الجسم كل العناصر الغذائيه اللي هو محتاجها بامر الله. 35 كيلو في خلال فتره شهرين ده وقت قليل، فانا عايزاكي دلوقتي تستفادي بالخصم، تستفادي بالعرض، تستفادي بحياتك يا شفاها، ودي اهم حاجه. لاني انا عرضه لامراض كتير قوي على صحتك، دي اهم حاجه. دايما بنقول كده صحتنا امانه بين ايدينا يا جماعه، حافظي على صحتك اولا، يجي بعد الصحه ان شاء الله يجي بقى الشكل، نحتنا وعملنا، واصلا كده كده ان شاء الله تحافظي على صحتك وتخسي هتلاقي الشكل جه لوحده. بالظبط. يعني دايما بنقول اللي بيبقى يعني بتبقى مليانه شويه بيغطي على ملامح وشها وبيدي سن اكبر من سن. اول ما بتخسي اولا انا حافظت على صحتي، ثانيا قفلت بوابه الامراض، ثالثا بقى ملامح الوش بانت، شكل صغر في السن. مظبوط. خدت سن كده يا اما السن الحقيقي او سن اصغر كمان. دايما بتبقى اصغر، بتبقى خست وحلاوه زي ما حضرتك على طول بتقولي. بالزبط. وفعلا ده اللي انا بشوفه، لان الاول بتبقى جايالي لابسه عبايه يا شفحال، العبايه عليها مكبره سنها، دلوقتي انا اقدر البس عادي توب وبنطلون، البس حاجه مناسبه لشكلي الجديد اللي انا الحمد لله عملته من غير اي قيود. يعني باكل كل حاجه، ودي اهم حاجه، باكل كل حاجه، بس الكبسوله بتحدد لي كميه الاكل اللي انا هاكله، بناء عليه انت
انت ما بتعمليش مجهود في اي حاجه، بتاكلي كل نفسك فيه، بعلي لك الحرق بس ادلك الشهيه وانت قاعده مكانك، بنحت لك جسمك وانت قاعده مكانك، ومعاكي فريق طبي على التليفون عايز اسال عن اي حاجه، نسيت كبسوله، عندي حاسه ان الحرق مش شغال كويس، اي تفاصيل عايز اسال عنها فورا ارجع للفريق الطبي اقول لهم على كل حاجه، وابتدوا يساعدوني خلال فتره الشهرين مجانا تماما، بلس ان الشحن مجانا، يعني انا معايا 4 هدايا وشحن مجانا ومتابعه مجانيه، يعني 6 هدايا، لان الشحن مجانا ومتابعه مجانيه تكلفه اصلا كبيره. اكيد طبعا، ما بقاش كمان في حاجه اسمها الشحن مجانا دلوقتي بالزبط. في اي حته بالزبط. ده بالعكس كله بيزيد يعني حقيقي. حتى ما بقاش في حاجه مجانا يا شفاله اصلا بالزبط. فاحنا النهارده لما نقول الشحن مجانا لجميع المحافظات، يعني حتى مش قلنا طب الشحن مجانا القاهره بس، لكن المحافظات لا لا يا جماعه، الشحن مجانا لجميع المحافظات، متابعه مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى من اول يوم لاخر يوم معاكي بامر الله. عندنا كمان الكورس بتاعنا الجميل، هنخلي ريم دلوقتي قبل ما نختم اديه لنا تاني، هيوصل لنا ايه لغايه عندنا؟ هيوصل لنا لغايه عندنا كبسوله بخصم كبير، الخصم النهارده مفاجاه، الكبسوله دي 30 يوم، علبه كبسولات 30 يوم، دي لوحدها بتنزلني من 18 ل 20 كيلو في الشهر، جاي لي عليها هدايا بقى عادي معايا، علبه كبسولات ثانيه 30 كبسوله بنفس خصائص سد الشهيه وتعليه معدلات الحرق وتفتيت الخلايا الدهنيه، جاي لي كمان النهارده 2 أمبول للحرق، دول بيرفعوا لي معدلات حرق الدهون وفي نفس الوقت بينحتوا لي اماكن تمركز الدهون من 3 ل 5 سم في الاسبوع، وكمان القهوه الخضراء اللي حدث ولا حرج تعليه معدلات حرق حبيناها كلنا جدا جميله يعني. وكافيين صحي، وباخدها استبدل بيها اي كافيين كنت باخده تاني، بلس ان هي زي ما قلنا مصنع حرق هيشتغل في الجسم. وبناكد تاني ان الشحن مجانا والمتابعه مجانيه من فريق طبي على اعلى مستوى. شكرا يا ريم. شكرا يا شيفه العكرم، تسلمي. اشكركم على متابعتكم الكريمه، وبتمنى من ربنا سبحانه وتعالى ان الحلقه من اولها لاخرها تكون عجبتكم وكمان تفيدكم وتنال رضاكم.